كيف، شوفوا كيف، يا الله يا الله يا الله. أنا في وسط، أنا في وسط سرب الجراد، أنا في النص. سبحان الله. حي السلام الجديد. جانا بالمدرسة التاسعة. عدد كبير، عدد مهول بشكل ما تتصورون والله. حتى الأرض الفاضية شوفوا كيف. منظر خطير 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 والله، منظر مو طبيعي. طبعا اليوم التاريخ 21/2/2020 يوم الجمعة، في سيهات وبالقرب من مدرسة البنات التاسعة. حي السلام الجديد. شوفوا كيف يا ساتر يا ساتر يا ساتر. هذا صيد اليوم. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه بتسويها مقلي ولا مشوي؟ شو بتسوي؟ بروستد. وهنا العوائل تدور بسياراتهم، مستمرين العوائل يدخلون بين سرب الجراد. يعني فعالية حلوة يوم الجمعة.